خليني اخد اتصال هاتفي للاستاذ خالد رفعت مدير مركز طيبه للدراسات والابحاث السياسيه. دكتور خالد مساء الخير. مساء النور زي محمد بيز الصحه المشاهدين. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه رايك؟ ايه رايك انت؟ رايي ان في ثلاث ملفات زي ما حضرتك قلت لازم يتفتحوا. ايوه الملف اللي انتوا اشتغلتوا عليه شغل جامد في خمس حلقات ومش مش هضيف قوي فيه كتير غير ان مكتوب التقرير بتاع لجنه تقصي الحقائق انا شفته عباره عن 73 صفحه في رقم مرعب في ان في 560 مليون جنيه اهدار في 12 صومعه فقط في 12 صومعه خد بالك دول 500 الحاجه صومعه فلما 12 فيهم 500 560 مليون جنيه في 12 صومعه فقط في حاجه غريبه في ان الوزير طلع قرار بنفسه ان يتم الشغل في الصوامع والشغل الخاصه مع استبعاد الشنتين الحكوميتين دي حاجه برضو مرعبه ده انا مش هتكلم في الموضوع ده كتير لان زي ما حضرتك قلت معلومه قلت ان في بلاغ اتقدم في شهر 6 اوريدي للنائب العام والوزير اتكلم النائب العام وقال له احفظ البلاغات عشان الحفاظ على منظومه الخبز فدي قصه هتتفتح حضرتك كنت سالت عن علاقه احمد الوكيل بالوزير أيوة. هو احمد الوكيل مش قريبه مش خاله ولا حماه زي ما بيقولوا لكن خالد حنفي كان بيشتغل مستشار لاتحاد الغرف التجاريه في اسكندريه كان هو المستشار كان شغال عند احمد الوكيل خالد حنفي اول ما خالد حنفي مسك الوزاره طلع قرار غريب جدا يا فندم طلع قرار ان يلحق المجمعات الاستهلاكيه بوزاره التموين ده منطقي وطلع قرار ان يلحق الشركه القابضه للصناعات الغذائيه الشركه اللي عندها الصناعات الغذائيه كلها ودي كانت تبع وزاره الصناعه وزاره التموين برضه وده كانش منطقي ليه بقى لان فيها شركه السكر ازاي الشركه اللي بتصنع السكر تبقى تبع وزاره التموين النتيجه ايه النتيجه ان السكر المصري كان ب 15.5 جنيه 15 قرش عند تاجر التموين والسكر المستورد كان ب 4 جنيه ونص بس عند تاجر التموين معنى كده ان كل السكر المصري ما كانش حد بيشتريه طب مين هو التاجر المستورد اللي بيستورد كل السكر في مصر احمد الوكيل شركه ويكليسك ثانيه واحده بس ثانيه هي دي التركه ده اللي انا سالت عليه ده رايك انت ده التركه بقى التركه اللي طن استنى ده احكي لك حدود حلوه قوي طن السكر ايامها كانت ب 200 دولار قاعد يعلى يعلى لغايه توصل 400 دولار شركات السكر المصريه صوتت للوزير قالت له احنا عندنا مخزون راكد مليون و200 الف طن في المخازن بتاعتنا مع ان كل انتاجنا في مصر 2 مليون 400 يعني نص المخزون راكد ليه؟ عشان بيجيب مستورد بدل ما يستورد 600 الف طن اللي هو العجز بتاعنا بيستورد مليون و400 الف طن فركد مليون و200 الف طن فراح للوزير يصرخه قالوا له يا وزير الحقنا الوزير يوم 20 ابريل طلع قرار غريب طلع قرار بفرض رسم حمايه واغراق على السكر 20% بحد اقصى كام؟ 700 جنيه تحط ال 700 جنيه على 200 دولار يبقى برضه سعر كيلو السكر مصاري 3 جنيه ونص كان بيبيعوه ب 4 جنيه ونص ده عادي خد بقى المفاجاه لما خدوا رسم الاغراق من الشركات من شركه ويكي ليست خدوها بشيكات خدوا الشيكات دي ما حصلوهاش في البنك وخلوا الشركات ترفع قضيه على الوزاره عشان تشيل رسم الاغراق ولما رجع كسبوا القضيه رجع لهم الشيكات تاني من غير ما تكون اتصرفت ما خدوش يعني كانهم ما خدوش منهم حاجه خالص كانهم هم اللي بيشتروا الطن بيشتروه ب 2000 جنيه 3000 جنيه طيب ده الملف ده الملف الاول اللي احنا فتحناه في يوم بيوم وناقشناه ده اللي هو ملف القمح وانت كده كلمتني في السكر ايه تاني انت بتقول لي في حاجات تانية احكي لك حواديت لا ما هيحصل ما انت الاسبوع الجاي هجيبك بقى ونقعد نتناقش لما نشوف رد فعل مناقشه التقرير يوم الاثنين انما دلوقتي. انت بتقول لي عندك ملف تاني انت متابع معايا ملف وزاره الاوقاف متابع حضرتك فيه والمفاجاه لما اكتشفوا اللي عندنا جزيره في اليونان واكتشفوا عندنا ارض في ده انا هعرف خد بالك انا عايزك تتفرج على حلقه النهارده يا دكتور ليه؟ انا بقى جايب لكم الصور بتاعه الجزيره انا جايب لكم الصور بتاعه قصر محمد علي انا جايب لكم الصور بتاع فندق محمد علي اللي بيتباع باسمه وبيتاجر باسمه انا هاخد المصريين النهارده في رحله سياحيه في املاكهم اللي عايشه بره اللي موجوده بره مصر ومتاجره بملاليم في بقى الملف اللي كنت عايز حضرتك اكلمك فيه برضو اللي هم الناس بتتكلم عنه اللي هو اداره منظومه الخبز اللي بيدير منظومه الخبز شركه خاصه وبتديرها ليه وكسبت كام في مليار جنيه قصه كبيره طويله عريضه برضو فيها كلام حضرتك كنت لمحت حكايه الفندق ومش الفندق والكلام ده انا عايز اسال سؤال هو بيقول انه مرتبه 30000 جنيه
وبينزل الليله بيدفع في الشهر 150,000 جنيه موافقين هو حر في فلوسه. قعد 31 شهر موافقين هو حر في فلوسه. يا ترى مكتوب في اقرار الذمه الماليه بتاعه يوم ما اتعين وزير اللي هو يمتلك 6 7 مليون جنيه هيصرفه؟ ده سؤال مهم. ده سؤال اكيد مهم وناس كتير جدا سالته. دكتور خالد رفعت مدير مركز طيبه للدراسات والابحاث السياسيه بشكرك شكرا جزيلا. هقرا لحضراتكم